لطالما كانت مصر حصن القضية الفلسطينية على مر العقود، ولا تزال جناحها الأمين الذي يحملها إلى كافة المحافل واللقاءات الدولية. فلسطين قضية العرب وقضية مصر الأولى على مر التاريخ، ومن أجلها سطرت ملحمة سياسية وقانونية وإنسانية بدأت من 7 أكتوبر عام 2023، وباتت محطتها تتزايد يوما تلو الآخر من أجل الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته.